احنا بندعم بقى مبادرات كتيرة جدا، وبنشارك في أعمال تنموية كتيرة جدا، هدفها في الآخر إن احنا نوصل بالهوية الوطنية دي، إنها توصل بشكل أفضل وإجابات الدولة تظهر بشكل أحسن. كل سنة بيبقى ليكي فكرة أو في صح. معين، هو صح. عنوان معين هو هو التنمية المسيطر. التنمية المستدامة هي السنة دي. المرة دي التنمية المستدامة. مظبوط كده. هل ده معناه إنه الفعاليات اللي هتعمليها بعد كده تبقى ماشية في إطار التنمية أيوه المستدامة ده؟ مفروض. يعني هيبقى مثلا عندك حاجات على مستوى البيئة، حاجات على يعني هيبقى احنا عندك السنه الجايه ايه المفروض بالظبط بنحضر، هقول على لحضرتك احنا مستوى سنه، اقتصادي، تغيير اسلوب شغل؟ هقول لحضرتك هي التنميه المستدامه دي فكرتها بدات في 2016 لما الامم المتحده قررت انها تعمل 17 ومره هدف واحده العالم كله بقى بيتكلم على كلمه التنميه المستدامه دي. بما فيهم رؤيه مصر ايوه 2030. هي فكرتها كلها ان التنميه المستدامه تبان ان هو لفظ كبير قوي، وفي الحقيقه هو بيهم كل مواطن في حياته اليوميه، لان هي فيها القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، اهداف اقتصاديه، المناخ، الميه النظيفه، التعليم الافضل، كل دي اهدافنا او مفهوم. اهداف المواطنين بشكل عام. احنا النهارده لما اتكلم عن التنميه المستدامه انا مش بتكلم عن البيئه بس، لا بتكلم على البيئه، بتكلم على بتكلمي الاقتصاد، على طريقة بتكلم على الشغل، التعليم، بتكلمي على المصانع، بتكلمي على يعني بتكلمي على حاجات كل كتير ده قوي. كل ده جزء من الهويه الوطنيه الخاصه باي دوله. فاحنا السنه دي مثلا عاملينها في مصر لان مصر بتستضيف الاسبوع العربي للمره الثالثه. السنه الجايه ان شاء الله هيتعمل في الامارات، الجامعه العربيه هتعمله في الامارات، واحنا رايحين مع الامارات علشان نركز على التنميه المستدامه في دوله الامارات. فبالتالي احنا خرجنا هم هنا في الحقيقة عاملين يعني يعني طبعا قاطعين خطوات كبيرة جدا في حقيقة. المجال ده. فإحنا النهاردة صوت مصر خرج من الإطار المصري، فبقى بيدعم مبادرات تانية وبيدعم دول أخرى في إطار التنمية وتشتغلي مع المستدامة، شركاء بقى، تاخدي من خبرتهم وانت تديهم من خبرتك، ويعني ونستفيد هنا تتبادلوا كمان، المعلومات. ونستفيد هنا كمصريين. بالظبط.